بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، والطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية. الجو كمان هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كمان في النهاردة نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، والرياح دي ممكن تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، والصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا، هل استمرار انخفاض درجات الحرارة مستمر معانا، ولا يعني علشان حالة فصل الربيع أنه بيبقى فيه تباين طول الوقت في درجات الحرارة، ارتفاع وانخفاض؟ لا، هو طبعا احنا لسه في فصل الربيع، فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، فهيحصل طبعا اختلاف في درجات الحرارة من يوم للتاني، يعني أيام هيكون فيها انخفاض وأيام هيكون فيها ارتفاع، خاصة ان احنا بدأنا النص الثاني من فصل الربيع اللي معروف بتكرار موجات ارتفاع في درجات الحرارة. انخفاض درجات الحرارة ده انخفاض هيكون اليوم وغدا ان شاء الله، في استمرارية لانخفاض درجات الحرارة الجمعة والسبت على اغلب محافظات الجمهورية، وده بسبب التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة كمان أن في منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بدورها هتأدي لحجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار، فهيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. والعظمى على القاهرة الكبرى هتكون 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام. هيسود طقس خلال فترة النهار طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس نقدر نقول عليه مائل للدفء على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط. مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تدريجيا بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، هيكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لأن الصغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى هتوصل ل 17 درجة مئوية، فهنحس في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر بالأجواء المائلة للبرودة على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، أجواء معتدلة فترة الليل على المناطق الجنوبية، بالإضافة كمان إن هيكون في نشاط نسبي للرياح هنحس بيه أكتر فترات المساء وساعات الليل على أغلب محافظات الجمهورية. نشاط الرياح ده هيساعد كمان بشكل كبير على إحساسنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وقد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة على المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد، ممكن يكون عليهم بعض الأتربة والرمال المثارة. كمان مع وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا هيكون في فرص لسقوط الامطار متوقع على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الشرقيه وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، يعني نعتبر كده من البحيره وكفر الشيخ والدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، المناطق دي معرضه لسقوط امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه وعلى فترات متقطعه، وكمان ممكن نلاحظها في اماكن والاماكن الاخرى لا. زي ما قلنا في الاول في استمرار انخفاض درجات الحراره ان شاء الله غدا السبت على اغلب الانحاء، لكن مع يوم الحد القادم تبدا تاني الكتل الهوائيه تكون كتل هوائيه صحراويه تاثر علينا، فبالتالي هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره على كافه الانحاء، وهيستمر معانا على مدار الاسبوع حتى يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. عشان كده ننصح كل الساده المشاهدين مهم جدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس فترات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، لان لسه في بروده في الجو خلال الساعات المتاخره من الليل، لو احنا بنخرج في فتره الصباح الباكر او الساعات المتاخره من الليل يفضل ان الملابس ما تكونش ملابس صيفيه كامله، مهم كمان قائدي المركبات والمسافرين على الطرق تكون القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر، لان في شبوره مائيه بتختلف كثافتها من يوم للتاني، وكمان طبعا مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه ناخد بالنا لان هيكون في اتربه ورمال مثاره على مدار الاسبوع القادم ان شاء الله في بعض الايام، فمهم جدا واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منال غينم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا مشاهدينا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 29 والصغرى 17، العاصمه الاداريه 30/16، اسكندريه 23/16، العالمين الجديده 21/18، مطروح 22/18، دمياط 25/17، بورسعيد 24/18، الإسماعيلية 29/19، السويس العظمى فيها 30 والصغرى 17، العريش 25
16، كاترين 28 10، طابة 30 19، حلايب 30 21، شلاتين 34 21، شرم الشيخ 33 22، الغردقة 33 22، الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 18، بني سويف 29 17، الوادي الجديد 32 20، أسيوط 30 17، سوهاج 32 18، قنا 33 22، الأقصر 34 22، وأخيرا أسوان 35 والصغرى 23. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لجمانة وأحمد ونكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول لدكتورة منى الغانم. شكرا.